برحب فيكم مستخدمين القناة وأعزائي الطلاب بمعلومة بسيطة نحاول إنه نوضحها بطريقة ممتعة وسهلة إن شاء الله، وهي مفهوم الأسموزية الكيميائية في عملية التنفس الخلوي وكيفية إنتاج جزيئات الطاقة الـ ATP. طبعا نحن بنعرف إنه الخلية فيها مكانين أو عضيتين، هنن يعني مكان إنتاج جزيئات الـ ATP يلي هنن الكوندرية أو الميتوكوندريون والبلاسميد أو البلاستيدي الخضراء أو الصانعة الخضراء. نتذكر مع بعض بنية الكوندرية أو الميتوكوندريون اللي هي طبعا غشائين، غشاء خارجي وداخلي. الغشاء الداخلي كما نتذكر شديدة الالتفاف إلى الداخل تصنع ما يسمى بالأعراف، طبعا وبالداخل الحشوي، وهنا المكان يدعى الحيز بين الغشائين الخارجي والداخلي. لندخل إلى داخل الميتوكوندريون إلى بالضبط المكان الفاصل بين الغشائين، وهو الغشاء الداخلي، الغشاء يعني بين مكانين وليس بين غشائين، وهو الغشاء الداخلي الذي يفصل بين الحيز بين الغشائي يعني بين الغشاء الداخلي والخارجي وبين الحشوة. طبعا هنا بهذا المكان بالغشاء الداخلي سنشاهد أو نعرف أنه يوجد أنزيم بناء الـ ATP ومركبات تدعى نواقل الإلكترون. وكما تعلمنا أنه بالمرحلة السابقة لإنتاج عملية لإنتاج جزيئات الـ ATP هنالك مجموعة تفاعلات حلقية تدعى حلقة كريبس، والتي تم من خلالها هذه الحلقة حلقة التفاعلات إنتاج جزيئات تدعى الـ NADH والـ FADH الـ FADH، وهي مركبات تدعى نواقل الإلكترون، وهي اختصار لمركبات طبعا نحن بنعرفها. بنحاول إنه نحن نكون عند يعني بسرعة عند الشيء اللي بدنا نشرحه، وهو عملية الأسموزية الكيميائية وإنتاج جزيئات الـ ATP. كما نشاهد وبسرعة الآن إنتاج جزيئات الـ ATP من هذه الطريقة، هنفصل فيها ونبطئها. طبعا حلقة كريبس كما قلنا أنتجت المركبات هذه، وهي مركبات تحوي طبعا بروتون الهيدروجين والكترونات. الالكترونات بالغشاء الداخلي تنتقل عبر مركبات نواقل الالكترون بطبعا تفاعلات اكسده وارجاع. خلال هذه التفاعلات يتم ضخ البروتونات، وهي الهيدروجين يعني الموجب، بروتونات الهيدروجين يتم ضخها إلى الحيز خارج أو الحيز بين الغشائين. الآن عندما يرتفع تركيز الهيدروجين أو شوارد الهيدروجين البروتونات يرتفع تركيزها في الحيز بين الغشائي، فإنها تعود للدخول إلى الداخل إلى داخل الحشوة، وذلك طبعا لن يكون إلا عبر قناة توجد في أنزيم بناء الـ ATP. الآن المرور هذا لهذه الجزيئات البروتونات من خلال القناة هو الذي سيحول جزيئات الـ ADP يعني الأدينوزين ثنائي الفوسفات، يرتبط مع مجموعة فوسفات ويتحول إلى الـ ATP. الآن عندنا مشكلة وهي الإلكترونات النهائية والبروتونات الآن التي دخلت، ما مصيرها؟ قال ببساطة الأكسجين بواسطة الإلكترونات يتحول إلى شاردة سالبة، هذه الشاردة ترتبط مع البروتونات
يعني مع الهيدروجين لصنع الماء. فالأكسجين هنا كما شاهدنا ونشاهد مرة أخرى، نواقل الهيدروجين والإلكترون من حلقة كريبس، ضخ الهيدروجين إلى الخارج، دخول الهيدروجين من قناة الإنزيم، يحفز، وهو طبعا عملية فينا نقولها ميكانيكية بحتة، يعني دخول الهيدروجين من هذا الإنزيم يؤدي إلى دوران هذا الإنزيم، وأثناء دورانه يولد طاقة تحول جزيئات الـ ADP إلى الـ ATP. تمام، لكن كما قلنا الإلكترونات الآن بالنهاية بعد أداء دورة وهو ضخ الهيدروجين إلى الخارج، ما مصيرها؟ بواسطة الأكسجين، وهذا هو سبب حاجة التنفس إلى الأكسجين، التنفس الهوائي الخلوي، التنفس الخلوي الهوائي. تمام؟ هذا سبب حاجته إلى الأكسجين، لأنه مصيره أنه بواسطة الإلكترونات سيتحول إلى شوارد سالبة ترتبط مع الهيدروجين، البروتونات الهيدروجين، ليكون الماء. وكما قلنا أثناء دخول الهيدروجين هنا من داخل هذا الإنزيم يتم تحويل جزيئات الـ ATP إلى الـ ATP، الـ ADP إلى الـ ATP. الآن إذا تتبعنا العملية بسهولة هنا على اللوحة، كما قلنا الغشاء ولن نعيد، ولكن اللوحة تشرح تنتقل الإلكترونات، وعندما طبعا جزيئات تتحرر جزيئات الإلكترونات من نواقل تتحول إلى، كذلك إذا ما هو مصدر الهيدروجين والإلكترونات، هنن هدول المركبات التي طبعا مصدرها الأساسي حلقة كريبس. ماشي، الخطوة الثانية أنه يتم ضخ الهيدروجين إلى الخارج أثناء نقل الإلكترون عبر الغشاء الداخلي بواسطة النواقل، وطبعا النقل مثل ما حكينا وعدنا بواسطة تفاعلات أكسدة وإرجاء. الخطوة الثالثة الآن اختلاف تركيز، ارتفع تركيز الهيدروجين خارج بالحيز بين الغشائين، فإن الهيدروجين لن يجد مكانه، يعني مكان للدخول وإعادة التركيز يعني إلى السوية المطلوبة إلا من خلال قناة الإنزيم. وأثناء الدخول هذا هو الذي يحفز على تحويل مركب الـ ADP إلى الـ ATP. نلاحظ أنه تحدث العملية هي نفسها في البناء الضوئي، وكما سنشاهد في يعني الفيديو الآخر، النتيجة أنه عملية بناء جزيئات الـ ATP تكون من تحلل، طبعا في بيئة من الـ ATP، لكن العملية هي 24، والسبب أنه يستهلك منها جزيئان أثناء عملية التحلل السكري، وطبعا هذا موضوع تاني، مو هذا موضوعنا هلا. أنزيم صنع الـ ATP هذا اللي شفناه، أثناء دخول البروتون فإن هذا الأنزيم يدور كعنفة كالعنفة التي تتحرك بسقوط الماء، أنتم بتسمعوا بتوليد الكهرباء بواسطة الماء، أثناء سقوط الماء على هذه العنفة تديرها، وهذا الدوران هو الذي يولد الطاقة، تماما كهذه العنفة يعمل هذا الأنزيم، دخول الهيدروجين لإعادة التوازن يدير هذه العنفة، يدير هذا الأنزيم، وأثناء الدوران يتم إنتاج جزيئات الـ ATP اللي شايفينه نحن بهاي طبعا. وإذا كنا على الأونلاين يمكن مشاهدة الفيديو كاملا لهذه العملية.
وشكرا لكم.